بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك يا ربنا عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وقتف آثره إلى يوم الدين، أما بعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا، ويتجدد اللقاء في حلقتنا الأسبوعية من نوابغ مصرية. معنا اليوم ابن من أبناء الأزهر الشريف، طالب بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، الطالب عبد الرحمن محمد عباس. اهلا بيك يا شيخ عبد الرحمن. اهلا بيك يا مولانا، منورنا ومشرفنا. نورك سيدنا، والله ليا الشرف. عندك كم سنه؟ عندي شهر 10 ان شاء الله كمل 19. 19 سنه. من اي بلد؟ الله. انا من قريه الجلاتمه، منشئه القناطر، محافظه القليوبيه. الجيزه ولا القليوبيه؟ لا، الجيزه. الجيزه ما شاء الله. ايه بقى، وصلت لفين في الانشاد؟ ايه المراكز اللي اخذتها في الانشاد الديني؟ اخر مركز اخذته في الانشاد الديني كان عندها في الكليه، اخذت الشريعه. اخذت الاول على الكليه. ما شاء الله. وقلت لي انك اتكرمت من وكيل الازهر الدكتور الضويني. كرمت من فضيله الوكيل، ايوه، الدكتور الضويني. ما شاء الله. وكان ليا تكريم من المتحف الحربي. واخذت درع التميز من جامعه الفيوم. ان شاء الله نبارك لك قريب بقى على منشد الشارقه او ابداع ان شاء الله. الله يكرمك يا مولانا. طيب، عشان الوقت نبدا كده بايتين من القران نسمعك ان شاء الله، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والسماء وما بناها والأرض إذا طحاها والأرض وما طحاها
نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ومن المقرين. الله يفتح عليك يا شيخ عبد الرحمن. عليك سيدنا. انت متأثر بمين بقى في مدرسة القراءة والتلاوة؟ انا بعشق الشيخ المنشاوي. طبعا ومن كالشيخ المنشاوي رحمه الله. بسمع المشايخ اللي قدام كلهم يعتبر اغلب المشايخ، الشيخ المنشاوي والشيخ البهتيني والشيخ مصطفى اسماعيل ما شاء الله والشيخ الفاشني، لكن التأثر الكبير بالشيخ المنشاوي. ربنا يبارك فيك يا عبد الرحمن. هروح فاصل وارجع لحضراتكم تاني نسمع عبد الرحمن في الانشاد. خليكم معانا وصلوا على الحبيب.